سلام أصدقائي، غادي ندير التمارين ديال الدرس ديال تنظيم معادلة البايزن صفحة 92 المفيد المستوى الخامس المفيد. إذا تبلغ المساحة المخصصة للكرز السوريز في بلادنا 1050 هكتارا موزعة كالتالي: إذا عين اللوح 390 هكتار، شفشاون 330 هكتار، خنيفرة 60 والخميسة 40 وبولمان 30 هكتار، الباقي في مناطق أخرى. أحسب قياس المساحة المخصصة للكرز في مناطق أخرى. إذا الطريقة هي أننا خدينا مساحة كل إجمالية ديال البلاد، نحذف منها ديال الكرز بطبيعة الحال، كلشي ناقص المجموع ديال هاد المناطق باش نوجدو الباقي. إذا كتلاحظو أننا درنا 1550 هكتار ناقص 60 زائد 130 زائد بين قوسين 390 زائد 40 هكتار زائد 30، إذا المجموع هو 1050 هكتار ناقص 650. إذا جمعنا هادو كاملين بين 650، إذا باقي المناطق الأخرى 400 هكتار هو الجواب، 400 هكتار. إذا نملأ الجدول، إذا عندنا عين لوح، ثم عندنا شفشاون، ثم عندنا المنطقة خنيفرة، ثم لدينا الخميسات، ثم عندنا بولمان. إذا نكتب كل الهكتار بالهكتار، 390 هكتار، عندنا 130 هكتار، ثم عندنا الخنيفرة 60 هكتار، 40 هكتار الخميسات، ثم بولمان 30، وأخيرا 400 هكتار المناطق الأخرى. أين تغطي المساحة المزروعة كرزا أكثر من 300؟ إذا المناطق الأخرى. أين تغطي أقل من 60؟ الخميسات وبولمان. أمثل البيانات في جدول عصاوي المناطق على المحور الأفقي والمساحة على المحور العمودي، وذلك باستعمال الورق المليمتري. إذا لما عندك الورق المليمتري كتستعمل هذا الورق عادي، يعني نفس الطريقة، غير هنايا بطبيعة الحال كتاخد هذا الورق. إذا كان لديك الورق المليمتري فهو أفضل. إذا يكون يعني جميع يعني ستكون جميع المربعات فيها يعني تدريجات مدرجة وتتكون واضحة. إذا بالنسبة هذا مثال فقط. إذا عندنا المحور العمودي المساحة بالهكتار، كدير هنا 100 100، كل سنتيمتر كدير فيه 100 هكتار، كتنتقل 100 هكتار. وفي المحور الأفقي المناطق يعني المذكورة. إذا مثلا عين اللوح عندنا شحال قلنا؟ 390 هكتار، قربنا من 400. شفشاون يعني هنا هي 130، إذا هي 130، ثم عندنا الخنيفرة 60، ثم لدينا الخميسات هي 40، عندنا 40 هكتار، ثم بولمان عندنا 30 هكتار. إذا ما خصنيش نكتب هذا القياس تاعي، كنشرح أنا الآن. وأخيرا باقي المناطق الأخرى شحال قلنا؟ هي 400، إذا هي هي بلاصة 400 هادي، وكترسم العصاوي، بغينا العصاوي، ها هو العصاوي، مفهوم؟ إذا هذه يعني أو هذا سيكون الشكل المحصل عليه أو البيبيان المحصل عليه انطلاقا من المعطيات. ننتقل إلى الحصة الثانية، ينجز النشاط التالي في الدفتر، لأنها كتصاوب هذا النشاط في الدفتر. إذا هنا لو تابلو أنديك لو كور داشا، يعني هنا لو تابلو كيورينا الثمن ديال العملات مقابل الدرهم، يعني التصريف ديالها دوفيز بوغ لا جورني 7/5/2020. هنا لو بيي، هنا لي زيتازوني لو دولار كيساوي 9.55 درهم، كندا دولار كنديان 6.78، و لونيون أوروبيان 10.31، سويس فران 9.79 درهم، و غوايوم يوني عندنا ليبر ستيرليني هو 12.13. ريبورت سي دوني سور ان غرافيك، قال لك صوب مثل هاد المعطيات في ميبيان، ولكن ما حددوش انه واش عصاوي او لا بأعمدة، ولا تما هنا كدير الاختيار اللي بغيتي. انا اختاريت بأعمدة، اذا درت هنايا في المحور العمودي درت لا فالور اون درهم، يعني درهم، وهنا كاين الدرهم. وشتو كتلاحظوا ان كل سنتيمتر كتمشى يعني في السلم بجوج درهم، بجوج 4 6 8 10 12 13. وهنا درت لي بيي البلدان، المحور
الأفقي. هنا لي زيتازوني شحال قلنا 9.55، هي 9.55 كتلقاها يعني بتستعمل تدريجات، وكندا كذلك 6.8 وكذلك 10.31 كما كتلاحظوا. هذا هو العمود اللي شفتو خرج لكم بحال هذا الشكل. ولا سويس قلنا لا سويس 9.79، واخيرا الريموني شحال قلنا 12.13. كيلي لا ديفيز لا بلو شير اون ديرام، قالك شنو هي العمله الاكثر يعني الاكثر يعني بالدرهم، الاكبر بالدرهم، هي ليفر ستيرليني. ليفر ستيرلين، وهنا تيقول لك لا موان شير الاقل، شكون هي الاقل؟ هي الاصغر فيهم هنا لو دولار كنديان، دولار كنديان لا كيسيون دي جو بران اون شامبر دوتيل ا جنيف دونك قال ديفيز جواج جو بي، يعني قال لك خديتي واحد الغرفه في جنيف. جنيف فين كاينه؟ كاينه في لندن غيمين. دونك ال ديفيز دواج بي هنا ليفر ستيرلين، ليفر ستيرلين. لورد دو سون فواياج ا لندن،